بإطار الرعب والتشويق، بكرة راح ينطلق أونلاين عرض أولى حلقات مسلسل كابوس اللي بيجمع ببطولته بسنت شوقي، خالد أنور، ركين سعد وغيرهم. وهالعمل اللي راح ياخذ المشاهدين برحلة عبر قصص خرافية وأساطير ضمن حبكة درامية معاصرة. أمس أقيم له عرض خاص بحضور نجومه في دبي، والتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 1. مبروك على هذا العمل، انت يعني عندك عده ايادي فيه. خليني اقول اول شيء، خليني احكي عن فكره العمل بشكل عام، كونك انت الاشراف العام والرؤيه الاحترافيه لك، فهيك تعطينا لمحه صغيره عن شو هو كابوس. كابوس هو مجموعه قصص مرتبطه بالاساطير العربيه المتوارثه من كتب شفاهيا موجودة بذاكرتنا. إحنا كنا كأشخاص سمعنا إحنا وصغار، حبينا نأخذ هذه الأساطير والقصص نخليها في بودقة واحدة، نطلع منها عمل اللي هو كابوس. فالمكتوب واضح من عنوانه، وياسر الياسري حب يشارك الجمهور بالإحساس اللي تركتها الأساطير عنده في الصغر. كنا صغار، كان جداتنا وأجدادنا يحكونا هالأساطير، ومعين تخوف، وغالبا مثلا يعني انا ذكر بيت جدي حتى كهرباء كان ما في وفانوس، ففي خوف بس في متعه من الخوف. يعني احنا نريد نسمع القصه مال الغول وشو سوى واكل منهم، خايفين بس مستمتعين. اختيار هالخرافات تحديدا على اي اساس تم؟ والله يعني عده عوامل، لانه فعلا الريسيرش اللي سويته يعني ما ابغى اقول الاف الخرافات، حاولت نلقى الخرافات اللي بيها يعني عوامل مشتركة بأكثر من دولة. وهالخرافات قسمت على 5 حلقات لمخرجين مختلفين، وكل حلقة بتقدم كابوس من زمن ومكان مختلف بمشاركة ممثلين مختلفين. شو كان السبب منها؟ هو فقط من باب التنويع ولا من الانتشار الأكبر يكون؟ لا هو هذا سيستم موجود عادي. يعني هو العمل أصلاً هو الأنثولوجي تكون من حلقات مختلفة تماماً، كانوا 5 أفلام مجموعة ببعض. احنا في الوطن العربي لحد الان ما وصلنا المرحله بانه في الشيء اللي هو اسمه شورانر اللي كانت الجوب مالتي انا على البروجكت، اللي هو احاول اجيب كل هاي الشخصيات المبدعه من كتاب، من ممثلين، من مخرجين، ان يجون ويخلقون عمل في كل واحد من روحه بس يظل بنسق واحد. وروح ياسر بالإخراج راح يلبسها الجمهور بقصة السلعوة. السلعوة هي أسطورة مصرية وموجودة في أكثر من دولة عربية، يعني موجودة في سوريا، موجودة في العراق، موجودة حتى في الخليج بس بأسامي مختلفة. بعد بحث سوينا ريسيرش طلعت أنا أصل الأسطورة من بغداد في العهد العباسي، فحاولت أجيب لأنه من قريب تقريباً أعتقد 15 سنة صار في كلام في مصر إنه السلعوة طلعت وكذا، فحبيت أستغل هذا الشيء اللي موجود وأربط أصل الأسطورة اللي معروف، وألاقي قصة يعني تنبع من مصر. هو مصر أكيد اللي ينبع منها أهم شيء، ولا الفراعنة والآثار والتراث العظيم هذا، فحاولنا نسوي مزج لكل هالأشياء مع بعض، ويعني إن شاء الله نكون توافقنا بأنه طلعنا شيء مناسب. يعني ولتنفيذ هالقصة وقع الاختيار على خالد أنور، ركين سعد، وبسنت شوقي. وركين وبسنت ما كان عندهم أي علم عن تفاصيل هالخرافة. احنا كنا فاكرين هي حاجة كأنت اللي أعلنها في المواطن كده من كام سنة، وأوبيسلي هي حاجة قديمة برضو، فأنا ما كنتش عارفة بقى موضوع الحاجة القديمة ده، ما كنت بعرف. بعد ما قريت الحلقة دخلت وحاولت أدور أشوف شو أسطورة السلعوة، وفعليا احنا كل نسمع عن الويرولف بس ما انا اسم سلعوة، او يمكن عشاني انا مش من مصر مثلا، فيمكن المصريين بيعرفوا الأسطورة، فكانت جديدة علي. والجديد على ركين وبسنت انهم لأول مرة قدموا دور باللهجة الصعيدية. احنا كان اوبفيسلي في مصحح لغوي للصعيدي موجود معنا، وقعدت أبراكتس كتير جدا، وبعدين فراج شاطر جدا في الصعيدي، فقعدت بقى بص السيناريو ده انا كنت بغنيه وانا نايمه، بقعد اقوله ليل ونهار معاه وبتاع لغايه لما الحمد لله. يعني خوفك شيء انه انت رح تلعبي دور صعيدي، وخاصه انه اول مره عم تلعبي هيك دور؟ هو ما خوفني على قد ما خلاني متحمسة، فخلاني إنه بدي أحضر وهيك، فكنت بسجل اللاينز تبعوني وبسمعهم طول الوقت، وبحكي مع أستاذ مدقق اللهجة وبيصلح لي، وبشتغل على الأشياء هاي. It was
exciting يعني كان exciting كتير كتجربة جانرا مش كتير موجودة عالم أسطورة وأنا كتير بحب أي إشي تاريخي أسطوري فانتسي دغري قلبي يعني بيروح له فأول impression كان بالنسبة إلي إنه أنا يعني بالعكس مبسوطة كتير إنه بدهم يعني معاهم وأكون موجودة ويكون إلي دور في هذا المسلسل مسلسل فريد من نوعه والتجربة نفسها كانت تجربة يعني غنية هيك حتى أول مرة بكون بلوكيشن وفي إفاكتس وأشياء وكيف الواحد يتعامل مع إفاكتس وتشوف طريقة التصوير وهيك فهذا كان إشي جديد بالنسبة إلي كتير كنت حابة التعامل مع ياسر وكان جعبالي أشتغل معه فإنه كان فرصة حلوة يعني وبسنت أيضا لديها أسبابها للمشاركة بها العمل هاي كتير قوي أول حاجة وأهم حاجة كانت بالنسبة لي إن ياسر اللي هو المخرج أستاذ ياسر شافني في ضوء مختلف جدا عن ان انا بشاف فيه ان انا ما بقاش تايب كاست في الحته بتاعه البنت اللي مش عارفه ايه وابقى دور صعيدي ناشفه ارمله حاجات كتير جدا لايرز كتير جدا مختلف عن اي حاجه انا عملتها قبل كده دي كانت بالنسبه لي اول حاجه اند ذن الورق كان لذيذ جدا يعني انا اول ما قريت السلعوه عمري ما كنت اتخيل اللي في الاخر اللينك اللي هيحصل على اخر الحلقه دي فكرة إنه Pan Arab Project على أول Original Source Play وImagination لا يعني حاجات مقاومتها هشتغل مع خالد وراكين وهم اتنين أنا بحبهم على المستوى الشخصي كمان فلا يعني حاجات كتير قوي 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 شجعتني وياسر أنا كنت هشتغل معه من زمان كنت أسمع جدا إنه مهذب محترم وvery talented يعني أقول لا ليه بغمية يعني وهالتجربة رغم حلاوتها ما كانت سهلة أبدا على بسنت أول مشهد أنا صورته مع راكين كان مشهد صعب جدا للكاركتر وكان فيه مشاعر كتير جدا وأول مرة أمثل بالصعيدي وأول يوم في تصوير بقى يوجد فيه قلق وكده فده كان أول مشهد وآخر مشهد بقى لو الفينال في المسلسل بتاعي ده كان برضو صعب قوي اللوكيشن كان برد جدا وكان حقل كله بصل أنا كنت أول مرة أشوف المنظر ده في حياتي اللوكيشن بالجو بالتمثيل لا كان وآي ثينك إن ده ساعدني جدا في الأداء يعني.